تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة تستضيف مملكة البحرين وللعام الثاني على التوالي مؤتمر ومعرض حياة طبيب الأسنان الثاني لاستعراض أبرز الممارسات العلمية والمهنية الحديثة في مجال طب الأسنان. غاية جمالية ليست كغيرها اكتسحت مجالا واسعا من الاهتمام من كلا الجنسين، وارتبطت فيها الصحة والعلاج ومن ثم التجميل للحصول على أسنان صحية مع ابتسامة جذابة. المؤتمر والمعرض الثاني لحياة طبيب الأسنان جاء متواكبا مع التطورات التي تطرأ على مجال طب الأسنان والانتشار الواسع لمراكز ومستشفيات طب الأسنان وتقديمها طيفا واسعا من الخدمات الحديثة. حقيقة أن هذا المؤتمر هو الثاني، وإن شاء الله بيكون يعني سلسلة من متواصلة من المؤتمرات كل سنة، وكل سنة إن شاء الله يعني يكون فيه تطوير وإبداع، والجماعة الإخوان يعني الأولاد قصدي أولادنا اللي موجودين في هالمؤتمر ما قصروا من ناحية يعني التفكير الإبداعي في تطوير المؤتمر، وإن شاء الله نشوفها كل سنة بشكل أكبر وشكل أحسن في هالموضوع، ويعكس حياة طبيب الأسنان عموما كطبيب يعني ممارس في مهنة الطب عموما. وهذا يستدعي أن يكون يعني طبيب الأسنان يركز على كل التفاصيل ويهتم في المريض اللي أمامه بحيث يعطيه أحسن خدمة ممكنة. أنا سعيد أن عم بشارك في مؤتمر DLS للدورة الثانية في مملكة البحرين، وسعيد على الدعوة، خصوصا أنه تكون محاضرتي هي المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر، فهذا شرف كتير كبير إلي. وأنا دائما بحكي أنه في المؤتمرات مش بس إحنا بنعطي معلومات، لا منشوف معلومات. يعني أنا هلأ جدا متحمس أني أحضر حتى محاضرات في المؤتمر، ودائما إحنا متعلم حتى من الطلاب. يستقطب المعرض المصاحب للمؤتمر العديد من الشركات ممثلة لمختلف الدول لعرض منتجاتهم، إضافة إلى الموردين في مجال طب الأسنان. سعيد ان احنا شاركنا، واحنا مشاركين بعده امور، مشاركين بالسياره المتنقله، وهي اول سياره متنقله وعياده متنقله في البحرين تقدم خدماتها في المنازل، بالاضافه ان هي تشارك في التوعيه الصحيه لصحه الفم والاسنان في مملكه البحرين، سواء في المدارس الحكوميه او المدارس الخاصه، المؤسسات، الهيئات والوزارات وغيرها. يودنز هي اول منصه عربيه خاصه باطباء الاسنان انطلقت من دبي السنة اللي فاتت، والسنة هاي احنا مشاركين في معرض حياة طبيب الأسنان في البحرين، أول مشاركة لنا، بحيث انه احنا نقوي الشبكة ونعرف أطباء الأسنان البحرينيين على تواجدنا. مختبر أورال آرتس دنتال لاب، نوفر التركيبات للأسنان الصناعية بعد ما ياخذ الدكتور طبعة الأسنان من العيادة، أو بعد ما ياخذ الدكتور التصوير للمريض بالكاميرا، هاي تكنولوجيا جديدة نازلة. المؤتمر والمعرض يهدفان إلى تحقيق زيادة الوعي الأكاديمي والمهني لأطباء الأسنان وإثراء خبراتهم وإطلاعهم على أحدث المنتجات والخدمات الطبية. كأحد الخطوات الهادفة إلى تشجيع السياحة العلاجية في البحرين، يأتي مؤتمر ومعرض حياة طبيب الأسنان الثاني الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة لكل الباحثين عن علاج وتجميل الأسنان. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.